اللي تنعرفوا نحيدوا داك الاشاعات ديال راه الخروف جايب 600 درهم والدوله الحكومه مدعمه ب 500 درهم تيبقى 200. الخروف جاي من تماك ب 1300 درهم 1400 درهم باش جاي من تماك بلا صائر، يعني نزيدوا عليه الصائر ونزيد داك الشيء. اذا الخروف هنا خاص يتبع بديك 2000 درهم 2500 درهم الخروف ديال، وتنعرفوا بان الاعمار ديال الخرفه راه 13 شهر 12 شهر كلها زعما خرفه اللي مزيانه. واللي بينا ناكدوا علينا ان هذا الخرفان تتشبه الخرفان ديال اللي عندنا في السلاله ديال المغرب، إن حتى المستهلك غادي يوقع ليه واحد الخلط من يجي واحد مدخل الخرفان ديال برا ديال اوروبا مدخلهم للسوق، راه المستهلك ما غاديش يفرق بيناتهم، غادي يقول لك لا هذا راه ديال البلاد، هذا خرف ديال البلاد وهو راه ماشي ديال البلاد، وغادي يبيع لك ويقول لك لان الناس دابا غادي يزيدوا واحد شويه ديال الثمن باش يديو الخرفان ديال البلاد. إذا زاد واحد 500 درهم 700 درهم 800 درهم ديال البلاد ما يديلكش ديال الزبليون. إذا هنا غادي يوقع لي واحد الاختلاط، إذا وما غاديش إلا دوك الكسابة الكبار اللي تيعرفوا يفرقوا بين هاد 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 هاد, هاد الاختلاف اللي كان بيناتهم. اللي بغينا نأكدوا عليه أيضا هي أن الحكومة عفات هاد المستوردين، هاد الناس اللي جابوا عفاتهم من الرسوم الجمركية، عفاتهم من الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى ذلك إعانة ديال 500 درهم عن كل رأس. اذا هنا من انك دعمتي هاد المنتوج هذا، دعمتي هاد الخرفان هادو، الا خاص تكون واحد المراقبه في السوق، لان هاد ما تتبقاش داخله في حريه الاسعار والمنافسه نبيع باش ما بغيت. لا، دعمتي كما دعمتي السكر والبوطه والدقيق ومتبعهم والثمن ديالهم تيبقى مستقر مقنن، يعني ما كايناش حريه الاسعار والمنافسه. اذا مادام دعمتهم الا خاص تتبعي السوق وتعطي للمواطن المغربي بشحال جايه هذه الغنم هذه وبشحال خاصها تتباع. انك عطيتي رخصه، ولمن عطيت هذه الرخصه باش الاستيراد ديال الغنم عطيتها للمكتب الوطني للحبوب والقطاني. ما علاقه المكتب الوطني للحبوب والقطاني بهذا الاستيراد ديال الاغنام؟ كان عليك تعطيها للكسابه، كان عليك تعطيها للناس اللي متضررين، الكساب المغربي اللي من غلاء الاعلاف، كان عليك ان هذا الدعم هذا تعطيه عباره عن نقدي، تعطيه الناس اللي مباشر، تعطيه للناس الضعفاء، الناس اللي الطبقه الهشه، تعاوني بديك 500 درهم عن كل خروف. ما كان عليك انك تدخلي هاد القطيع هذا، تدخلوا الحكومه وهي اللي غتفرقوا، ويكون هناك مثلا تفرقوا ويكون واحد الدعم، ويكون تفرقوا على الناس اللي المحتاجين. اما باش تعطي انت الترخيص لواحد المكتب اللي ما لا علاقه له، وفشل ان هذا المكتب هذا فشل اولا في استيراد الابقار ديال البرازيل، فشل. اذا هنا مادام فشل وعاود تعطيتي ثاني استورد ثاني القطع ثاني، تيبقى هنا مشكل. هذا راه ما شناش واحد التحسن ديال 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 واحد المردوديه على جيوب ديال المستهلك فيما كما سبق الدخل فيما يخص الابقار المستورده. اللحم باقيه هي اذا فكين هنايا. اذا هذا تنسميه حنايا بالمال، مال السيب كما تنقولوا، المال السيب، يعني تتعطي فلوس الحكومه، تتعطي فلوس وما تتبعهمش. اذا